زين ترى التعريف يعني. هاي قبر المرحومة خديجة بنت الحاج علي بن حسن آل رقية، والدة المرحوم الوجيه علي بن إبراهيم عبد العال، توفيت 25/1/1990. حفر قبرها بعد هذا التاريخ اللي هو اليوم تاريخ 26/6/2021 اليوم السبت، وما زال جثمانها لم يبتلى ولم يتحلل. فسيرة هذه المرحومة خادمة الحسين الله يرحمها، حفر القبر لأجل مواراة حفيدتها المرحومة الشابة فاتن بنت صالح علي إبراهيم عبد العال الله يرحمها. ما زال قبرها، ما زال استغفر الله جسدها لم يتحلل أو لم يبتلى. كفنها سليم، جثمانها سليم الله يرحمهم، والدة الحاج علي إبراهيم عبد العال. وحين الجماعة قاموا مرة ثانية بدفن القبر الله يرحمهم.